السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشرة الرياضية سينافس ممثل مملكة البحرين المصنفة الثالث عشر بالشرق الأوسط المقاتل البحريني المحترف حمزة الكهج بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين على تحقيق لقب ذا فورس 22 ونيل درع البطولة وذلك في النزال الرئيسي الذي يجمعه بالمصنف السادس عشر في الشرق الأوسط المقاتل السعودي المحترف عزيز جليدانا والمقرر إقامتها يوم غد الاثنين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية